خوشي خواتي تي مرحبا بكم في فيديو جديد قناتكم مذكور فيتنس. اول حاجه ما تنسوش علينا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. كما كتشوفوا معايا الاخ رضوان حتى هو راه كيفلوغي وغنحط لكم لاشين ديالو خاص الفيديو دخلوا دعموه. الله يخليك الله يحفظكم. غادي مع لونطريمو حتى كتلفني اصاحبي. المهم اخوتي راه جايين ضاربين فلوغ في مدينه العيون بعد تخفيف الحجر الصحي كتشوفوا قضيه مرونه يعني راه غادي لنا شي حاجه زوينه هذا العام. واخا كانت مأساه هاد الحجر الصحي غير دوا لنا ان شاء الله بفرحه زوينه ان شاء الله. ان شاء الله غتولي مدينه العيون شي حاجه زوينه بحال اوروبا ان شاء الله. تشوفوا الجموله تشوفوا البقر وديما لونطريم اخوتي وان شاء الله غادي يدعموا غتدعمونا ودعموا السيد تا هو راه الله يخليك اخوتي تحيه ليكم قناه زوينه بزاف بزاف اللي متابعه القناه ديال السيد هذا بيكنيكس 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 الله كيطيح بالرياضه ديالي تحشومه. لا حاجه اخرى الله يفتح عليك الدنيا والخير امين والله يكمل في المسير ديالو ان شاء الله والله يطول له في العمر. انتم اخوتي كتشوفوا بيك الله راه دار الطريق انت جيت لعندو والله تلاقيت معاه ما عمري تلاقيت معاه شحال من الحجر الصحي ولا بيلق راه دار الطريق انا دابا عاد كيسافر اخوتي 84 والله يا خويا شحال تقولوا ما يبقاش شحال تقولوا ما تبارك الله شي 20 وليتي في هذاك السلوكي بهذيك الرجلي الله عليا انت دابا تريني تابع دابا هكا. المهم اخوتي دعمونا ودعموه راه كتشوفوا كلشي ان شاء الله يحيد علينا هاد الكورونا هادو راه كاينين غايجيو في دول ماضيين غنمشيو للبحر غنبلوكيو راه المرض ديك البحر غيولي غادي ديك السبيسيال كامل اللي جمعنا غنطلقوه ان شاء الله. يلا اخوتي بيس ليكم غتركبوا معنا الطريق وغادي نبلوكيو غادي تشوفوا مدينة العيون الا بغيتو.